يمكن بطولة أفريقيا زي ما أنت قلت دي تاني مرة تبقى فيها، بس يمكن المرة دي شاركت أكتر بكتير. هل أنت متفق مع مقولة إن بطولة أفريقيا مستواها قليل ولا مستوى مصر هو بص، الأقوى؟ هو احنا مستوانا يعني الحمد لله بقى يعني ابجريدد قوي، احنا دلوقتي علينا في الليفل يعني، ويبين يعني في الماتشات والاحتكاكات والنتائج. بس هو مش قصه مستوى قليل، هو احنا مثلا لعبنا تونس في البطوله اللي فاتت دي في افريقيا اللي هنا، الماتش خلص فرق 2 في اخر ماتش، يعني ديربي ملوش علاقه، ملوش مقياس يعني، هو ما بيبقاش ليه عوامل انت هتكسب ولا مش يعني مش هتكسب، ممكن تكسب سكور، ممكن ما تكسبش سكور وتكسب واحد، بس المهم ان انت تكسب. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو احنا لازم نكسب ان شاء الله يعني، ربنا يكرمنا ونكسب الماتش واحد او 10، المهم نكسب. فهو طبعا الماتش كان قريب جدا يعني، الناس كانت شايفه الماتش، وهم كانوا موفقين جدا يعني، كانوا موفقين بدرجه غريبه يعني، ريباوندات بقى وشوطه هتخش وحاجات غريبه بتحصل. بس هو الماتش في الاول وفي الاخر زي مثلا زي ماتش اهلي وزمالك، ما تبقاش داخل الماتش عامل الحسابات ان كده كده ده هيكسب 10 ولا ده كده كده هيكسب 10، هو داخل كده كده ديربي يعني. يمكن زي ما بتقول تونس كانت موفقة، بس هل يعني الماتش اللي قبليه على طول هم صاعدين باكسترا تايم وكانوا هيخرجوا من البطولة، هل وصل لكم احساس ان ده ماتش مضمون ولا انتوا كنتوا داخلين بص، ماتش هو عادي؟ من بداية البطولة طبعا احنا بنبص على ماتشات تونس يعني، انت كده كده حتى يعني اول ما بنلعب اي ماتش بنحضر لتونس، بنتفرج على ماتشات ليها، بنتفرج على لعيبة، بس احنا بنخش الماتش بماتشه. هو من المنظر هم كانوا جايين محضرين لماتش مصر يعني، حتى في المجموعات كانوا بيلعبوا يعني بسوء اداء، ما اعرفش بقى هم مستهترين شايفين الموضوع سهل، لحد ما وصلوا اللي هو الدور الثمانية ده يعني، كسبوا باكسترا تايم يعني حاجه مش طبيعيه يعني، ييجوا في ماتش مصر مثلا يطلعوا الفول باور بتاعهم ويلعبوا ماتش حلو جدا. انت كنت شايف اللي هو لا، هم جايين من اول بطوله هم بيحضروا الماتش مصر في السيمي فاينل، مش مركزين على اي حاجه غير ماتش مصر. يمكن غبت عن اول مباراتين، هل ده كان سبب اجهاد مثلا من دوره البحر المتوسط ولا اتفاق عشان يعني خصوصا انت من اللعيبه اللي هم مستنيين البطوله دي اول بطوله ليا وكمان في مصر وسط الجماهير، فهل كان في اتفاق مع المدرب ولا هي كانت لا، هو طبعا هي طبعا باتفاق مع المدرب، هو اتكلم معايا وقال لي ان انت يعني لعبت ماتشات البحر المتوسط، ويعتبر لعبت الماتشات كلها 5 ماتشات، مش عاوز ازود عليك، كان عايزك تريح اول ماتشين، وفي نفس الوقت كان هاشم لسه راجع وكان شادي لسه هيشارك، فقال لي هما الاثنين هيلعبوا اول ماتشين وبعدين انا هحتاجك في الادوار الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. انا قلت له مفيش مشكله، كنت متوقع حاجه زي كده يعني، امر طبيعي يعني. يعني ممكن يكون 90% من المنتخب ما لعبش قدام جماهير قبل كده، تقريبا وانت بدأت من الأدوار الإقصائية بقى اللي هي بتبقى زي ما بيقولوا خطر، كان شعوركم ايه وانتوا لا لا، بتلعبوا وسط جماهير؟ حاجه عظيمه طبعا جدا ان احنا بنلعب اصلا قدام الجماهير بتاعتنا دي، يعني حماس مش طبيعي. الواحد كان مبسوط جدا 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 بالبطوله ان هي في مصر، وان هو شاف جماهير زي كده. احنا في الانديه اصلا بيبقى نفسنا اي حد يخش، حتى اهالينا يخشوا، بس الموضوع يبقى فيه كده ناس في المدرجات، الموضوع بيختلف تماما. بس طبعا بحضور الجماهير البطوله دي يعني دفع علينا كويسه جدا، وهم اللي ادونا البوش اصلا للبطوله، والحمد لله يعني ربنا نصرنا يعني وكسبنا الحمد لله. يعني يمكن ماتش كاب فيردي هو نهائي بس يمكن كانت نتيجته متوقعة إلى حد ما، رغم كده لقينا الجمهور مالي مدرجات على الآخر، كنت شايفين إن الجمهور مديكوا حقكم إنكم تستحقوا ده فجايين حتى لو الماتش سهل وكده كده هنكسب البطولة، لا هنسندهم. احنا من اول يوم الفاينل ده واحنا بنشوف التذاكر عشان لا يدخل قرايبه واصحابه، انت داخل ماتش فاينل طبعا، فاينل افريقيا في ارضك يعني، انت يعتبر الكفه ليك يعني مايله ليك، جمهور والماتش على ارضك، فبتظبط بقى يعني، شوف التيكتس ومش عارف ايه. قال لك مفيش تيكتس اصلا، الصاله كومبليت مفيش مكان، الناس كلها خدت تيكتات، الماتش مليان، الجمهور كله جاي، فطبعا ده كان حافز لينا حلو جدا. وعامه هو كان ماتش كاب فيردي يعني فرقه محترمه، احنا درسناها كويس جدا اصلا يوم ماتش الفاينل، درسناها واتفرجنا على فيديوهات ليها واديناهم احترامهم ونزلنا لعبنا كويس جدا، الحمد لله كسبنا يعني. مصر قدرت تكسب بطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي، ده انجاز ما حصلش غير مره واحده قبل كده اللي هم اول مرتين، في فرصه يمكن ذهبيه ان احنا نكسب بطوله المره الثالثه، انجاز ما اتحققش قبل كده خصوصا ان هي النسخه الجايه كمان في مصر، شايف ان الموضوع هيكون سهل ولا لسه بدري وممكن منتخبات تبتدي تظهر؟ ده طبعا لسه بدري وممكن منتخبات تظهر يعني، هنا مثلا منتخب المغرب اداؤه حلو جدا في البطوله دي، ما كانش قبل كده ظاهر، عكس منتخب الجزائر كان كويس راح واقع. هي الموضوع ملوش حسبه،
بس هو الادفانتج لينا ان عشان البطوله في مصر بس، فدي ممكن تبقى ادفانتج لينا اللي هو حافز، هو حافز وستريس في نفس الوقت. بس هو يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده يعني لا لعيبه تشيل مسؤوليه ولعيبه محترمه جدا، تعرف تغير الموضوع الاستريس ده ان هو تاخده حافز ليها وننزل نقاتل وناخد البطوله ان شاء الله، ويبقى انجاز اول مره يحصل.